فإن من فضل الله تعالى على عباده المؤمنين أن جعل لهم مواسم للخيرات تتضاعف فيها الحسنات وتتنوع فيها الطاعات. ومن هذه الأيام المباركات أيام العشر الأول من ذي الحجة التي بدأت اليوم، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا في هذه الأيام المباركات. وهذه الأيام أقسم الحق بها سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. هذه الأيام المباركات قال عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. اللهم يا ربنا تقبل منا في هذه الأيام المباركات صالح الأعمال، وتقبل من حجاج وتقبل من حجاج بيت الله الحرام. واللهم اكتب لمن لم يذهب إلى بيتك الحرام أن يذهب حاجاً في السنوات القادمة بإذن الله تعالى. إخوة الإيمان، ونبدأ صلاة الجمعة بخير الكلمة وطيبه: جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان، واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. آيات بينات من الذكر الحكيم، يتلوها علينا القارئ شيخ ياسر محمود الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا هذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم الفاتحة.